هاد الناس كيعيشوا واحد الحاله مزريه يورثها لها. مشات واحد الشركه في اللي كانت في 2018، وجات شركه من وراها بقينا تنعيشوا تقريبا مده ديال اكثر من 8 شهور وهاد الناس كيعانيوا. جات واحد الشركه سميتها حياه نيغوس، اللي عقد معها السيد المدير الاكاديميه، دار معها دوز لها الصفقه. وملي جات هاد الشركه هادي بدات شهر 10 في شهر 5 قالت لك انا شديت المارشي على ايين. هذا لا يهم، ولكن الاشكال هو بدات هاد الشركه كطرد في عباد الله من المؤسسات، نظرا لانها في 2009 كانت عندهم سابقه في القضاء. مشاو الناس دلو هاد الشركه راه مضيعاهم، التجوا للقضاء انصفهم. ورغم ذلك الانصاف هو ماشي انصاف كلي، لان لماذا؟ لان المحكمه ملي غاده تحكم هذا الحكم هذا راه غاده تخلص منه المحكمه، تخلص منه المحامي، وهذاك الشيء اللي شاط غيبقى ليه. ثم التصريح لهذا الضمان الاجتماعي ما ضايعين فيه هاد الناس. يعني هاد الشركه ملي جات دابا جات بصفه احتقانيه باش تصفي مع هاد الناس هادو، وهي رغم ان المده عندها 3 سنين، هي في 2009 مشات في حالتها، وملي جات دابا يعني جات حاقده على عباد الله كتجري من المؤسسات. انا خويا المشكل اللي عندي، انا خدام من 2009 تقريبا، كلشي باش خدام. فاش دخلت الشركه دابا حبساتني وقفاتني، قلت لها عطيني شي مبرر باش غتوقفيني، علاش شنو المشكل؟ قال لك ما نعطيك حتى شي مبرر. يعني اضطرت تعسفي، انا ما عندي حتى شي مشكل مع الاداره ولا مع الناس اللي خدام معاهم، هذا هو المشكل. ما بغاو دابا يديروا معايا حتى شي حل، وانا خدام مازال خدام في المؤسسه، ما كنتخلص ما والو، من شهر 6 دابا ما مخلصش. عايش بقدره الالهيه، يعني ما هذا الشيء اللي كاين. هذوك الناس ديال الاداره مره كيعطيونا شي حاجه وجالسين حنا تما، حنا تيعطيونا 40000 ريال دابا هاد الشركه اللي كانت تعطي. الشركه الاولى كانت تخلصنا ب 46000 ريال ديال القنيطره، وكانت ديكلاراسيون ديالها مزيان. ملي دخلت هذه تتخلص ب 40، بالنسبه لي انا ما انا تتعيشك بزز، يعني بمشقه. هذا الشيء اللي كاين اخويا، هاد الناس هادو راه لا اله الا الله وصافي. المشكل ديالنا مع هاد الشركه هو انه اشتغلنا معاها من 2009 2015 2012، مشات في حالها مده، ولما رجعت اول حاجه دارتها هو وقفاتنا حنا المجموعه. السبب ديالنا انه التجأنا للمحكمة، المحكمة على كل حال نصفاتنا. من بعد ديكلاراسيون 18 يوم، لا عطل سنوية لا دينية، سنة 365 يوم كنشتغلوها كاملة، وما زائد استفزازات. وهذا هو المشكل اللي دابا اللي علاش هاد الإخوان كلهم باغيين يناضلوا قضية. ودابا المشكل الاخر اللي واقفين لنا حنا هنا هو انه 4 شهور ما مخلصيناش، باقي كنطالبوا بها. وقبل ما تجي هذه الشركه فاحنا عندنا مكتب نقابي ديالنا، هذا المكتب النقابي ديال عمال الحراسه والنظافه المنضوي تحت الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي. ملي جات لقات هاد الناس هادو عندهم نقابه، فاول ما جات الكاتب الجهوي الذي يمثل النقابه ككل، باش قالت له تحول يا سيدي، قالت تحول ولا السلاق، يعني من مدينة تمارا السلاف واحد القهرة، والله أعلم بينا ما عرفتش فين كاينة بعدا كاع. فاحنا جينا كنطالبوا حل هذا الاحتقان هذا، وكاين درنا رسالة وجهناها لمديرية الشغل، وفعلا قامت المديرية الجهوية للشغل بالخدمة ديالها، خرجات للأقاليم وجميع المناطق وسجلت مخالفات عديدة لا تعد ولا تحصى. يعني القانون مدونة الشغل هزات هذه الشركة وضربات بها عرض الحائط، كأن القانون ما كاينش في البلاد بهذه الصفة. لا الحد الأدنى للأجر، الحد الأدنى للأجر غير متوفر، تعطي 2000 درهم الحد الأدنى للأجر، تقريبا واصل 2500 هي تعطي 2000 درهم. التصريح الكلي للضمان الاجتماعي ما كاينش، كاين 18 يوم. التغطية الصحية ما كايناش، العطل الأسبوعية ما كايناش، الأعياد، العطل السنوية، حتى حاجة ما كاينة. يعني هذه الشركة هذه جاية بصفة كأن هذوك الناس راه في الضيعة. هزت القانون ضربات به عرض الحائط، وهي تثور وتجول كيفما بغات.
وهذا الشيء هذا كاين تواطؤ مع السيد المدير الجهوي، هو اللي تواطأ مع هذه الشركة هذه، ودرنا وقفات احتجاجية سابقة، وتم الحوار معاه بأنه غادي يفك المشكل، قال لنا يعطينا الحل بعد سويعات، وتمادى في تملصي حتى وصلت نهاية العطلة وانصرف وترك يخلع عباد الله مكرسة في المؤسسات. وهذا المدير هذا نحمله المسؤولية وكل المسؤولية، راه الناس كتسالوا 4 ديال الأشهر قبل ما تجي الشركة راه ما خلصهاش. هذا يعني هذه الأسباب كلها هي اللي جعلتنا أننا نجيو نديروا هذه الوقفة الاحتجاجية. ونزيدك حاجة أخرى، وهي أن الشركة الآن هاد العمال هادو تتعرضوا للمضايقات في العمل ديالهم. علاش؟ حيت هاد الناس هادو دايرين مكتب نقابي ومنخرطين في نقابة خاص النقابة ما تكونش. يعني إنسان ما تيقول أنا بغيت حقي فتيقول لي أنت مجرم. يعني هنا تندلي من هذا المنبر بأن بغينا نعرفوا واش كاين شي ناس مسؤولين اللي عطاو هذا المارشي ولا اللي تيشرفوا على هذا الحق هذا، واش فعلا هما عند المسؤولية.